طبعا انت داخل الفيديو عاوز تعلي المناعة عندك، انت دايما بتبحث عن علاج المرض الفلاني، لكن عمر ما بحثت عن ازاي اعمل وقاية، عن ازاي ارفع المناعة. انا دايما في قناتي بقولك وفهمك تربية الدواجن، مش بنحفظ ولا بنقول وخلاص. مبدئي وغرضي من انشاء قناة ان انا افهمك تربية الدواجن، فاسمع الفيديو للاخر هتستفاد جدا وهتعرف ايه اللي معايا ده عشان نعلي بيه المناعة، وايه نظامه وحكايته ايه. الاول اعرفك بنفسي، انا محمد رضا طبيب بيطري، هدف الارتقاء بتربية الدواجن. طيب نبدأ موضوعنا بالصلاة على اشرف المرسلين النبي الامين عليه افضل الصلاة واتم التسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول يا جماعة حبيب قلبي انت طول حياتك بتدور عن علاج الحاجة الفلانية، لكن عمرك ما دورت عن ازاي ارفع المناعة، فبالتالي هعمل وقاية من كل الامراض بايه؟ بان انا ارفع المناعة. طيب رفع المناعة يا دكتور، بص يا حبيب قلبي انا ده عشب، ده عبارة عن اعشاب، عبارة عن اعشاب بس، بدل ما احنا نغلي مية والشغل ده، لا 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 ده حاجة جاهزة كده، حاجة جاهزة اهي، حاجة جاهزة يا جماعة. بس الاول هعرفك نقطة مهمة، ولو النقطة دي او سمعت فيديو رفع مناعة على اليوتيوب بالطريقة اللي تسمعها في الفيديو ده، فمش تسمعني ومش تابعني تاني، وانا اوعدك انك اول مرة هتسمع فيديو لرفع المناعة بالطريقة اللي هنقولها دلوقتي. بص يا قلبي، المناعة في جسمك انت بتتكون من حاجتين، المناعة من حاجتين، في حاجة اسمها انتي بادي اللي هي اجسام مضادة او اجسام مناعية. انت جسمك انت كانسان او الفرخ في ملايين من الاجسام المضادة دي، بس في مشكلة في الاجسام المضادة. ايه هي المشكلة يا دكتور محمد؟ ان الجسم المضاد دوت علشان يطلع ويتفرز في جسمك ويحارب المرض لازم يكون اتصاب بالمرض، يعني لازم الفرخ يكون اتصاب بالمرض وانت عالجته، فبالتالي هو خد مناعة. المناعة ده عن ايه؟ عن هو كون اجسام مضادة، فلما يجي يحصل مرض تاني الجسم المضاد ده يخش مع المرض يجابك عندي ويروح ملطش له، يلطش له ويقتله، ويبقى احنا كده عالجنا المرض. انت كده دي اسمها مناعة مكتسبة او مناعة بالاجسام المضادة. طيب الجسم المضاد ده كمان مشكلته حاجة، مشكلته في ايه؟ ان جسمك فيه ملايين اجسام مضادة، بس كل مثلا 10,000 او كل 100,000 جسم مضاد بيضاد مثلا البرد، 10,000 غيرهم خالص بيضادوا مثلا الاسهالات او البكتيريا الايكولاي، 10,000 غيرهم تالت بيضادوا مثلا الفيروس المعين. انت فهمت قصدي؟ فمشكلة الاجسام المضادة ان هي خاصة بمرض معين. لا انا عشان اعلي المناعة بصفة عامة واعمل وقاية من كل الامراض قبل ما يجيلي المرض اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعلي بقى ما ده كده شق المناعة. في شق تاني من المناعة بيبقى عبارة عن ايه بقى؟ عن خلايا اسمها الماكروفيج، عن حاجة اسمها ليمفوسايت، عن حاجة اسمها النيوتروفيل، والخلايا اللي انا قلت عليها دي وغيرها من خلايا تانية ديت بتحارب اي مرض. الخلايا ديت نوت سبيسيفيك، يعني مش خاصة، لا دي بتخش في كله، بلطجية يا جماعة، بتدوس في كله. يعني ايه؟ يعني حصل برد دايسة بتخش على الميكروبلازما وتتخانق معاها، حصل عندك اسهالات ابيض بتخش على السلمونيلا وتتخانق معاها، عندك ايكولاي بتخش على ايكولاي وتتخانق معاها، حصل لا قدر الله عندك اصابة فيروسية تخش على الفيروس وتتخانق معاه وتعمل معاه مشاكل. ولما تعمل مشاكل مع الفيروس كده انا عندي الفيروس مش عارف يظهر المرض، مش عارف يسيطر. انا مش عايز يسيطر، ما لو سيطر على الفرخه انا كده ضعت، انا كده خسرت، انت فاهم؟ لكن انت لما تكون انت عامل يا باشا عامل لك حد، يعني انت عامل ار بي جي جوه جسم الفرخ، ار بي جي اللي يخش هيدمره، فهمت قصدي؟ طيب نعمل الكلام ده ازاي بقى يا دكتور محمد؟ الموضوع والله يا جماعه بسيط جدا، وتربيه الفراخ بسيطة أبسط ما يكون، بس أنت تاخدها بالبساطة وتعلم ببساطة وافهم. أنت لو فهمت هتحس يعني التربية دي بسيطة جدا جدا جدا. ليه؟ عشان أنت فاهم مش حافظ، ما أنت عرفت دلوقتي يعني إيه مناعة، وأراهنك إنك قبل كده ما كنتش تعرف يعني إيه مناعة. دلوقتي إحنا عرفنا، فعرفنا بقى إحنا بنعمل إيه، بقيت فاهم شوية. طيب اللي معانا ده حاجة يا جماعة اسمه إيميلان. بصوا بقى، ناس كتير وانا عارف ناس كتير عندها اطفال كان بتجيب الدواء ده او الدكتور كان بيكتب الدواء ده للاطفال، والناس كتير شافته، وممكن يكون في بيوت ناس كتير، يعني الدواء ده تقريبا ب 20 جنيه، انا ما اتذكر ب 20 جنيه او 25 جنيه. طيب يا حبايب قلبي
ده عباره عن ايه يا دكتور محمد؟ ناس تقول يا دكتور غلط، ده انت كده بتستخدم ادويه. اقول لك يا حبيب قلبي ادويه؟ لا ادويه ولا حاجه والله ولا غلط. بص هنيجي حاجه بسيطه جدا، احنا اهو مش دي يا عم علبه الدواء. بص يا حبيب قلبي اهو، كل 100 مللي يحتوي على خلاصه ايشنسيا. يعني ايه بقى ايشنسيا؟ اللي انا وزيت حبه البركه. حبه البركه كل الناس عارفاها، وخلاص ايشنسيا دي عشبه بقى مش موجوده عند العطار. اه ما انا سالت على العشبه ديت، رحت عند العطار، يا عم العطار آه عندك العشبه ديت؟ قال لي ما عنديش. اه طب اجيبها منين؟ فعرفت ان هي في رفع المناعه، ده في في دواء بشري، ده من الصيدليه البشري يا جماعه، ما اسمه ايميلاند، ب 25 جنيه او ب 25 جنيه 23 جنيه. طيب يعني ايه بقى ايشنسيا دي يا دكتور محمد؟ اه ما انا على طول بقول لك ليه. طب انا ليه الدواء ده؟ هو ما انت عمال يا دكتور محمد بتقول نيوتروفيل وماكروفيج وليمفوسايت، مش شايفين حاجه من دي؟ لا شايفين نيوتروفيل ولا ماكروفيج ولا ليمفوسايت. اما انت بتقول ايه يا دكتور محمد؟ انت شكلك بتشتغلنا. انا مش بشتغلك، ما انت بقى اهو كمل فهمك وافهم من الاخر. اللي هو ايه بقى؟ عشبه الايشنسيا دي يا جماعه، او بيسموها عشبه الكونفز. العشبه ديت جميله جدا فوق ما تتصور، لدرجه ايه بقى من جمالها، وانا مش بكدب اهو، لدرجه ايه ان هم استخلصوا العشبه ديت وخدوا خلاصه العشبه ديت وعملوها رفع مناعه للاطفال. معنى كده ان هي عشبه قويه، صح كده ولا ايه؟ ولا احنا غلطانين؟ طيب حاجه تانية برضه يا حبيب قلبي، هقول لي طب ازاي بترفع مناعه؟ بص يا حبيب قلبي، بترفع مناعه ما الماكروفيج والليمفوسايت والنيوتروفيل بتيجي منين؟ بتيجي من حاجه اسمها بون مارو، بتيجي من خلايا معينه جوه جسمك بتفرزها. فانا يا حبيب قلبي لما اعلي من الخلايا دي، والخلايا دي تعلاها ازاي؟ ما انا قلت لك العشبه ديت بتحسن المناعه ازاي؟ ان هي بتحفز البون مارو مثلا، وبتحفز المخ اصلا نفسه، البرين نفسه، المخ ان هو يفرز لي يا باشا الخلايا المناعيه. ما هي ديت وظيفة العشبة دي يا حبيب قلبي، ان هي بتفرز لي الخلايا المناعية. وزيت حبة البركة في خلاصة كبيرة جدا من الفيتامينات والعناصر. ما هي العشبة دي بتعلي المناعة. طب وزيت حبة البركة مش هنا مكتوب زيت حبة البركة اهو بيعلي يا جماعة؟ زيت حبة البركة او حباية البركة ديت فيها مجموعة فيتامينات وعناصر مش تتخيلها. هي عبارة عن حبة، انا هصور لكم بقى فيديو قبل بعد كده، حبة صغيرة جدا، صغيرة جدا خالص، بس فيها كمية فيتامينات يا جماعة وكمية عناصر اللي مش تتخيلها. فهم بقى زي كده، انت ليه بقى مش عاوز تستفاد منه؟ ده ب 20 جنيه، ليه مش عاوز تجيبه تستفاد؟ الجرعة قد ايه يا دكتور؟ انا اتحمست جدا وراح اشتريه دلوقتي من الصيدلية. الجرعة قد ايه؟ الجرعة يا حبيب قلبي تحط لي من ده 1 سنتي، عاوز تكتر 1 سنتي ونص، يعني سنتي ونص، اوعى تكتر عن كده. انا بنصحك الشيء الصحيح، انت لما تستعمل اي دواء في حياتك، لما تيجي تستعمل اي دواء في حياتك استعمله بالجرعه الصح، ما تزودش من مزاجك وما تقللش من مزاجك، استعمل الجرعه الصح هتكسب، هتوفر فلوس. وانت تحط 3 سنتي، لو حطيت 3 سنتي عليت هيجيب نتيجه زي السنتي او السنتي ونص اللي انا قلت لك حطهم. يبقى الجرعه قد ايه يا دكتور؟ الجرعه يا حبيب قلبي من سنتي لسنتي ونص على لتر الميه. طيب هيدي معاك نتائج. من عمر قد ايه يا دكتور؟ دوس من عمر اسبوع. انا قلت لك من عمر اسبوع دوس اي حاجه مع الفراخ، من عمر اسبوع. كل قد ايه يا دكتور؟ اعمله يا عم كل 4 ايام مره، كل 5 ايام مره. انا جاوبته على كل الاسئله. فانت لحد دلوقتي مش مشترك معايا في القناه ليه؟ لحد دلوقتي ما دوستش لايك ليه؟ لحد دلوقتي مش الكومنت الجميل بتاعك فين؟ آه يبقى هي يا دكتور محمد، أنا غرضي يا جماعة من إنشاء قناة على يوتيوب أفهمك تربية الدواجن. هو أنت الفيديو ده يا جماعة يعني تقريبا مفيش حد عامله على اليوتيوب، تقريبا مفيش حد عامله على اليوتيوب، والعشبة دي مش موجودة عند العطار، فإحنا برضو حبينا نجيب أعشاب مش موجودة عند العطار ولا نعرف نزرعها قدام البيت، وبرضو جبناها، جبناها بحاجة جميلة جدا، جبناها بمستخلص كمان. ده ما راح ده، أنت عارف يا جماعة الأزازة دي تقريبا الأزازة دي 120 مللي صح؟ عارف ال 120 مللي خلاص قد ايه؟ خلاصه نص كيلو من العشبه. يعني هم جابوا نص كيلو من العشبه ديت اللي هي الايشنسيا ديت، وخدوا وغلوها وخدوا الزيوت اللي فيها، والخلاصه بتاعتها ادتنا 120 مللي. يعني نص كيلو بيدي 120 مللي، والنص كيلو غالي مش رخيص. انت فاهم؟ فاهمني؟ اه انت كده عليت مناعه، عملت حاجز، حطيت ار بي جي يا باشا. انت كده جبت الفرخ وحطيت جوه منه ار بي جي. انا يا جماعه بحاول ابسط المفاهيم واقول مفاهيم الناس تفهمني، اللي قاعد في البيت ست البيت اللي قاعده في تفهمني، الراجل المتعلم يفهمني، كل الناس فهماني. يبقى انا غرضي ان جميع الطوائف تفهم، عشان كده ببسط المعلومه. اعمل لك ايه تاني يا جماعه؟ اعمل لك ايه اكتر من كده؟ النهارده تقريبا 9 يوم للفراخ،
تقريبا، انا مش متذكر بس ده تقريبا 9 يوم للفراخ، وعملنا رفع مناعه جميل جدا. لايك بقى على المجهود الجميل، واشتراك اجمل على المجهود الاجمل، واستودعكم الله في فيديو قادم احلى ليختم موضوعنا زي ما احنا متعودين بايه يا حبيب قلبي، بالصلاه على النبي المصطفى الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.